لو انت من عشاق الشوبينج وموجود في البرتغال وبتحب تعمل شوبينج باسعار خيالية زي ما انتم شايفين بال 20% ديسكاونت وبال 50% وبراندات وماركات، ده مكان من الاماكن المميزه بالنسبه لي. شايفين اسعار بال 30% ديسكاونت وحاجات كتير، في حاجات توصل ل 50% زي ما انتم شايفين، كمان دي براندات زي ما انتم شايفين الجزمه توصل ل 30 من 60 وصلت 30 يورو. المكان ده موجود في لشبونه. عشان تروحوا المكان الجميل ده، اولا السنترو كوميرسيال ده، يلا بينا نشوف هنروحه ازاي مع بعض. لو انت جاي البرتغال وفي لشبونة بالتحديد وحابب ان انت او حابة ان انت تعملي شوبينج، طبعا شوبينج مفيش حد ما بيحب الشوبينج الا انا تقريبا، فانا موجود في لشبونة. هقولك على كل تفاصيل اهم اماكن الشوبينج ممكن تكون فين والاوتلتس اللي موجودة في لشبونة. حاليا انا في محطة اوريون، تمام، دي بينها وبين المطار، هي تاني محطة من المطار تقريبا او تالت محطة. فبكل بساطة هينزل محطة اوريان واقول لكم هنروح فين واسم الاوتلت ايه ومكانه وتفاصيله، وهنشوف مع بعض الاسعار كلها من لشبونة. الفيديو ده للناس اللي عايزة تعمل شوبينج من قلب لشبونة، وانا حاليا موجود في محطة اوريان واقول لكم كل التفاصيل. اوريان خط الاحمر من المطار، يلا بينا نشوف الشوبينج. اول ما توصل اورين ممكن تاخد اوبر او بولت، وممكن توصل محطة قطر رئيسية وتاخد قطر الى كاشتنينيارا دوخي بيتاجو. ده بكل بساطة هتوصل هناك، وبعد كده هتاخد فري شاتل باص يوديك الى كامبر. كامبر هو اسم السنترو كوميرسيال اللي موجود فيه البراندات الحلوة دي كلها. هتلاقي كل البراندات، هتلاقي اسعار، هتلاقي شوبينج كتير جدا. اول ما تدخل هتلاقي كل اللي نفسكوا فيه. بكل بساطة ده اسم كامبر، مكان هيفكركم اللي راح برشلونه او راح مدريد، زي شبيه شويه بيلاروسا ولاروكا في مدريد وبرشلونه. دخلت في براندات مش كتير قوي زي ما هوريكم مكان تاني، برضو في براندات اعلى بكتير وبراندات كبيره جدا. سأبيلي مثال جوتشي، بوس، كالفين كلاين، حاجات كتير جدا. هو المكان ده معقول، المكان ده برضو بيكو لوكو ده في براندات زي نايكي واديداس و والاسعار فيها حلوه. سالدوس زي ما انتم شايفين بال 50% الاسعار خياليه، تدخل تجيب لك شويه جزم زي الفل بال 40% ديسكاونت زي ما انتم شايفين، وتلاقي الحاجه ب 70 80 يورو، تشتريها ب 40 يورو، في حاجات بال 50% وبراندات كتير جدا. انصح اي حد جاي لشبونه حابب ان هو يجي لشبونه وفي دماغه ان هو يعمل شوبينج، المكان ده من الاماكن الاولى اللي انا هقول لكم عليها. لكن في اماكن تانية كتير هنسهلها لكم الفيديوهات اللي جايه ممكن تروحوا تعملوا فيها شوبينج، بس الناس اللي غاويه تعمل شوبينج في براندات ودي اوتلت فيها اسعار حلوه جدا. كامبرا هو الاسم للمكان ده، قلت لكم ازاي هتروحوه بالطريقه اللي انا قلت لكم عليها. زي ما شايفين الجاكيت عامل ازاي، والجاكيت بكام يا جماعه؟ زي ما شايفين الجاكيت كان ب 140 يورو بقى ب 84 يورو. اول ما توصلوا لاورينت بكل بساطه هتاخدوا القطر زي ما انا قلت، القطر لحد كاشتنينيارا دو غبيتاجو، وبعد كده هناك هتلاقوا شاطل باص، فري شاطل باص هينزلكوا على كامبرا، بيطلع اربع مرات في اليوم، فلازم تعرفوا المواعيد الذهاب والعوده عشان ما تتسوحوش. بولت او اوبر بيبقى غالي الصراحة، بس زي ما شايفين البراندات عاملة زي البراندات الموجودة، حاجات بتسعة يورو، باتنين يورو، بخمسة يورو، والماتيريال حلوة والأسعار حلوة. الناس اللي بتحب اللبس البولو زي ما شايفين بستة يورو، دي براند معروف هنا في البرتغال وبراندات كتيرة جدا. هندخل برضو نشوف، ونشوف برضو ليفايس، ونشوف براندات كتير. فانتوا لو حابين تعملوا شوبينج زي ما انتوا شايفين ده ليفايس أهو قدامكم، والأسعار ب 25 يورو. و اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو الفيديو عجبكم وتعرفوا ناس في لشبونه او ناس نازله لشبونه، ابعتوا لهم الفيديو. الناس اللي حابه تعمل شوبينج هتستفيد وهتستفيدوا، والناس كلها هتفيد كمان بعض. فاشوفكم على خير، فيديو جديد من لشبونه، وان شاء الله تسافر لشبونه وطالع مع جروب الفتره اللي جايه، وان شاء الله الناس تنبسط. واللي حابب ان هو يقدم على فيزا البرتغال ابعت لي، يلا بينا نسافر البرتغال مع بعض.